هذا وشاركت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في جلسة المائدة المستديرة التي عقدت على هامش مشاركتها في أعمال مؤتمر القمة العشرين للصحة في جنيف. وزيرة الصحة أكدت أن مملكة البحرين تؤمن بأن التعاون الدولي له أثر مستدام في تحقيق مصلحة كافة دول وشعوب العالم، وهو الأمر الذي يتطلب العمل سويا من أجل تحويل التحديات الماثلة والمستقبلية إلى فرص لتعزيز الروابط بين مختلف الدول لتجسيد أهداف التنمية المستدامة. وأشارت وزيرة الصحة بأن جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية الدبلوماسية الصحية الدولية، خاصة في مواجهة الأزمات الصحية العالمية والتي تتطلب تعاونا متعدد القطاعات في جميع المجالات. وشددت وزيرة الصحة على أهمية تعاون مختلف دول العالم لمكافحة التحديات الصحية المشتركة خصوصا في المجالات الحيوية. وتطرقت وزيرة الصحة إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة، حيث يتطلب التعزيز المبتكر لأنظمة الرعاية الصحية مشاركة القطاعين لضمان النهوض بالصحة للجميع.